الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية حبل الغسيل، مجموعة علي بن أبي طالب، مجموعة عمر بن الخطاب، مجموعة أبو بكر الصديق، أنتم القمصان الزرقاء، القمصان الحمراء، القمصان الخضراء. المطلوب المهارة التي سأقولها: من يكتب الثلاث كلمات التي أطلبها ويعلقها بسرعة له درجة. السرعة ويكون صحيح. أول شيء من درس رحلة حبة قمح، أريد منك أن تستخرج لي ثلاثة أسماء، كل اسم في قميص. ساعد زميلك اللي واحد يعلق، واحد يساعد، اللي تخلص علقوا يا صالح. كل اسم في قميص، كل اسم في قميص، كل الملمس. كل اسم في قميص، ثلاثة قمصان. وريني الشمس، الملمس، الحقول. خلاص، مجموعة عمر انتهت. طيب هذه درجة، خلاص كل واحد ياخذ قمصانه. خذ قمصانك، خذ القمصان. معاكم منديل يا راجح؟ خذ منديل، امسح. يلا طيب، الآن أنا قلت أيها الأبطال، السرعة مطلوبة والتعاون مطلوب. تعلق بسرعة وتكتب بسرعة. في منديل اهو ماجد، في منديل، امسح كويس، كله امسح كويس. استعد، جاهزين؟ طيب خلاص، انتظر حتى يمسح. مستعدون؟ ثلاث كلمات من الدرس بها مد بالياء. السرعة مطلوبة، السرعة. سرعة يلا. من الدرس. فازت مجموعة عمر. طيب هقول لك هنا، انت كتبت دي اسمها ايه؟ لا مطلوبه. ايه دي؟ يغطيني، يسقيني. طيب الان انتم متعادلون في نفس الوقت، درجه ودرجه. مجموعه ابو بكر درجه، مجموعه عمر درجتين، مجموعه علي لا شيء. ارجو السرعه، محتاجين تتعاونوا اكثر. السرعه، امسح واستعد، امسح واستعد، هدوء، امسح. ضيعت المنديل؟ طيب خلاص خلاص، خد منديل تاني، خد. طيب خلاص، التعاون. هذه المجموعة محتاجة سرعة، سرعة، أسرع واحد. مين بيكتب بسرعة؟ أنت اللي هتكتب بسرعة ولا وسام؟ مين السريع؟ خلاص نجرب حاكم. يلا جاهزين؟ الآن أريد ثلاث كلمات بها القمرية. القمرية، يلا يا عبد الله. بسرعة بسرعة. خلاص. الآن مجموعة أبو بكر درجتين ومجموعة عمر درجتين، ما زلتم متأخرون. طيب خذ القمصان، خذ القمصان.
امسح واستعد، امسح واستعد. الآن جاء دور الطلاب هؤلاء، محتاجين نحتاج واحد سريع. أنا شايفك عمال تكتب الملمس ومتأخر. اعطي الراهي يقرب، اعطي الراهي يقرب، امسح امسح. طيب خلي بالكم بقى، المرة دي اللي هيفوز المرة دي هو الفائز، خلاص آخر مرة. لا إما مجموعة عمر أو مجموعة أبو بكر. شد عضلاتك، خد جاهزين؟ طيب استنى ما يمسح واستعد. اخترتوا السريع؟ بسم الله بسم الله بسم الله. أريد ثلاث كلمات بها من هذا الدرس، في ثلاث كلمات فيهم تنوين فتح، عاوزك تكتبهم لي. يلا تنوين فتح. يا حاتم، ما انت كتبت يا حاتم وطلعت متأخر. ان شاء الله ما شاء الله ذهبية. ها يا ترى مين السريع؟ يا ترى مين السريع؟ السرعة السرعة السرعة. دقيقا خلاص 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 خلاص. طيب الآن الآن أشوف الكلمات. كعكا كعكا ذهبية، وهذه دقيقا ولا دي دي دقيقا. طيب وهذا طيب، انتم الصراحة ان انتم متعادلين، انتم الاثنين متعادلين. خبزا كعكا وذهبية، انتم رائعون، هذه المجموعة رائعة. هنعمل كمان واحدة، يلا. المجموعة هذه أراها تائهة. أين قائد هذه المجموعة؟ صالح، اخترتك قائدا يا صالح. نظم المجموعة يا صالح. ها؟ اكتب أنت، اكتب أنت. طيب، الآن يا أبطال. واحد. طيب، أنا هقول واحد كل يسكت، واحد. يتخصم منكم ربع درجة. قلت اسكت. هذه المجموعة مخصوم منها ربع درجة. قلنا اسكت، امسح واستعد. جاهزين؟ ايه استنى استنى. ايوه خلاص يفوز خلاص. هذه المرة النهائية، ثلاث كلمات بها همزة قطع. همزة قطع. اشوف اشوف اشوف، لسه ما علقتش، لسه ما علقتش. خلاص القمصان الحمراء انتهت. اشعت ام لا؟ انا هذه ما زالت تعلق. خلاص فازت المجموعه هذه.